الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع المبارك، اليوم إن شاء الله نلتقي مع ضيفين كريمين، نجمين حبيبين لكل أفئدة من هي أو من هو على هذه الأرض المباركة وعلى هذه المعمورة. نرحب بالدكتور محمد العوضي المشرف العام على هذه الحملة، الشيخ نبيل العوضي. إن شاء الله نبدأ مع فضيلة الدكتور محمد العوضي، فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نجلس الآن في منتجع، هذا المنتجع فيه استراحات، فيه مطاعم، فيه ألعاب، فيه دكاكين، فيه شاليهات، فيه سوق، فيه أيضا مسجد. آخر نصيحتين، أو خلينا نسميها اقتراحين، وصل إلي قبل 10 دقائق، وكلها تتصل بقضية القيم التي نلح عليها ومحط استراحتنا هذه الليلة، وشعار حملتنا ثابت على قيمه. الأولى في المواضيع، مكان الوضوء في المسجد. أخ مصري يلبس درينكسوت قاعد يتوضأ، فقال لي لو سمحت في حتة صغيرة ذكرها الدكتور محمد ثويني في الفضائيات، عايزك تأكد عليها، لا سيما في البيئات والمناطق التي يكثر فيها استجلاب الخدم والعمالة. قلت ما هي؟ قال هو نبه عليها باختصار ووعد أنه راح يفصل فيها في حلقات كاملة. قلت له إيش هي؟ قال قضية استبدال الخادمة بالأم، ما يصير. هذه الخادمة مهما كانت طيبة وخيرة ومؤمنة وتكون عند الله سبحانه وتعالى وفي حياتها أفضل ربما من الأسرة بأكملها والبلد بأكمله، وحدة صالحة خيرة مخلصة تقية عارفة لواجبها، عفيفة أمينة، فيها كل الصفات، أي ثابتة على القيم الأصيلة. من قال لي؟ تذكرت أحد المعارف، بنت الصغيرة، لأن اللي تربيها خادمة شرق أسيوية ما تتكلم عربي، صغيرة بابي ومامي وكل الكلام بالإنجليزي، حتى لما تيك وتسلم عليها وتحبها تسألك تشيل عقالك تكلمك بالإنجليزي. ها يقول علي وتبكي بالإنجليزي بعد، ها مشكلة. يعني أول هاليومين دائما طبعا مثل ما نقول دائما تسمع أوكي باي، ما تسمع السلام عليكم، إن شاء الله، بإذن الله، توكل على الله، مع السلامة، حتى مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، لا أوكي وباي، أوكي وباي. طيب أنا لما أسمع أوكي باي بعد واحد عمره 55 و57، خلاص أشوفك القهوة عندي، أوكي باي، تسلم شك يا وين رايحين إحنا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، بعض العاملين والمشرفين على هذا المنتجع الجميل، إن يا ريت يا جماعة تنبهون الناس إن هذا المنتجع منتجعهم وبلدهم ولمتعتهم، ما في داعي قلاص الماي اشرب وقط، كسر عو اشلع، حتى الوردة ما تسلم، حتى الغصن ما يسلم. ليش؟ لماذا يكون هذا السلوك الذي لا ينطبق حتى على الإنسان العادي السوي اللي ما عنده دين؟ لماذا تشكو إلي نظرة مدرسة ولا مشرفة اجتماعية ولا وكيلة؟ تعال شوف الكراسي تشقق من البنات، حتى البنات صاروا متوحشات.
في أزمة قيم عندنا، أزمة أخلاق. يمسكني واحد في الشارع، عندنا عزب في شارعنا في منطقتنا، مسكني ارحم والديك تكفى، نبه على الأخلاق. يعني في أمور في حكم البداهة، فكيف إذا جاء الدين وجعلها عبادة ثم جعلها معيارا على قرب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إحنا وين رايحين؟ هذه المشاعر اللي إحنا والقيم اللي قاعدين نركز عليها. فالقيم، الأخلاق، السلوك، مهما بعنا كلاما طويلا وقيما وأغرقنا في الحديث والخطابة فلسفة وحكما وتشريعا وشعرا وآيات وأحاديث، ثم رؤية هذا الإنسان مدرسا كان أو أبا أو واعظا أو أستاذا أكاديميا أو مشرفا تربويا أو في أي موقع سياسي، رؤية أنه يناقض سلوكه، سقط كل هذا الصرح الذي بناه من الفلسفة والتنظير في القيم. سلوك يا جماعة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. اتصل علي عميد الكلية اللي درس فيها أيضا أخي الشيخ نبيل، قال لي يا محمد في واحد طالبني طلبة يبونك بزيارة خاصة في البيت، عندهم استشارة، ما ندري إيش الموضوع. أنا أجل يوم يومين ثلاث، لما صارت الفرصة أول من أمس ورحت لهم هنا قريب في منطقة غرناطة، استقبلني استقبال كريم أهو وأخوه، جلسنا يا مرحبا فيكم، عرفتهم. قال موضوعنا يا محمد أن الوالد رحمة الله عليه توفي من أسبوعين، وكان الوالد مثل الحمى اللي حنا داخله، كان يعني نبع رحمة وشفقة ومجمع الأسرة. أمي اللي هي زوجة المرحوم يقول أمي كانت يعني تعتبره زوج وأبو، ولما راح بموت فجأة مرينا عليه الصبح نايم على فراشه، عبالي نايم أنا، لكن هو مريض مسوي عملية قلب ومشقوق صدره وكون في سكر الالتئام صعب، تعذب 5 سنوات، تألم كثير، لكن كان صابر ومحتسب وثابت على قيمة اليقين بالله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه. الأم صاحت قالت ترى أبوكم توفي، حسينا فراغ قوي. أمروا قال الوالدة ودها تقعد معاي وأختي العودة وكذا، وجو الجماعة وقعدوا في مجلس كريم وبدأوا يسألون شنو معنى الروح؟ أين الروح؟ الآن هو يشعر بنا ونحن نتكلم عنه؟ هل إذا زرناه في المقبرة؟ بدأوا يسألون أسئلة متعلقات هذا الموضوع الأخروي البرزخي. ثم ماذا نصنع له؟ طيب إذا عليه دين، إذا عليه أيام الصيام بعض الصلوات مثلا تجمع، بدأوا يسألون أسئلة شرعية. الرجل صالح ومن عباد الله، من الأشياء اللي قالوها يا جماعة إن الرجل كان محب للخير ومحب للناس ومنفق على الناس ويعطي أكثر مما يأخذ ويكرم من عمل عنده، عامل والسايق والزبال ولا يكرمه زيادة على ما عليه. العجيب فيه إن الرجل حنون بشكل غريب، لما يرفع ملعقة الطعام ويريد أن يأكل الرز ولا العيش يقول أول شيء قبل لا أحطها بفمي جيبوا البلبل الطير اللي في القفص عطوه وجبته. يودون الطير المصح إذا أظافره انعوت. يقول الغصن اللي على الباب مأذيننا وإحنا ندخل البيت يقول حطوا بالكم تكسرونه، هذا في روح وقد يستفيد منه طير، ويكمل منظر الشجرة وجزء من ذراع من ذراعها لا تكسرونها، شو تخسر لما تندس شوي وتمر تحت الغصن؟ لهالدرجة الحياة عليكم صعبة؟ يسأل عنه حنون. هذا عندما يغيب يشفق عليه الإنسان. ألم تمر جنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرت جنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فوقع منهم الذم عليها قال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، مرت الأولى أثنيتم على شهادة
حملتنا عن القيم، عن تعزيز القيم. اليوم الشكاوى لا سيما اللي هم في الضوء، اللي في الضوء سواء كان مرشد تربوي أو موقع لاستقبال مكالمات شكاوى أو موقع فتوى أو مكتب الإنماء الاجتماعي أو شيخ أو داعي أو المشاكل، كلها قضية تشكو عن الأخلاق، وكلها تشكو عن القيم، وكلها تشكو عن هذه المشاكل. إحنا جينا نذكر بالأخلاق وبالقيم ثم ندعو إلى الثبات عليها. خلك واقف، اثبت عليها، خلك قوي. أخونا الشيخ نبيل جزاه الله خير دائما يكرمنا بالاستجابة لاستضافاتنا في مشروع ركاز، كما نحن لا نقصر إن شاء الله معه في مشروع درر، وكما أن نرجو أن لا نقصر أنا وإياه في كل الأعمال الخيرية والمشاريع إن داخل البلاد أو خارجها. ساعد نفسك في مساعدة الخير، فهذا في رصيدك ورصيد أمتك. وأنا أحول الميكروفون للشيخ نبيل بعد ما يستلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. وأنا اليوم أخطب الجمعة تكلمت عن اليهود، وراح أربط القضية بالثبات. تكلمت عن اليهود ومكرهم في العالم اليوم، وقلت الغريب أن عدد المسلمين 1500 وشوية مليون، ترى تجاوزنا 1.5 مليار آخر إحصائية، وعدد اليهود في العالم كله ما يتجاوزون 19 مليون، 1519. شفت الفرق بين الرقمين؟ فرق كبير جدا. لكن من يسيطر على العالم اليوم؟ يهود. أين المسلمين اليوم؟ لا شيء، لا يذكرون أصلا في الأرض. شوفوا الشباب اليوم، خلكم صريحين، الشباب والبنات اليوم الأبطال، مو ترى الأبطال قبل سنة بالسبعينات والثمانينات، لا، اليوم بعض الأولاد والبنات يعرفون الأفلام الأمريكية وممثلين الأفلام الأمريكية وأبطال الأفلام الأمريكية يعرفونهم، لا، ويتمنون الفيلم الفلاني، يحفظون أسماء الحين شيخ ممثلين الأمريكان والممثلات الأمريكيات، هم النجوم عندهم. تدرون يا عيالي إن أغلب الممثلين والممثلات الأفلام الأمريكية يهود، اللي قاعدين نحبهم وعيالنا يطالعونهم ويعلقون صورهم، لا، وإذا بطلوا المجلة شافوا خبر استأنسوا يقرون عنهم. عشان كذي نشوف عيالنا اليوم كل يوم على لبس، كل يوم على شكل، كل يوم على ثقافة جديدة. الأم تتفاجأ، يا ولدي من اللي علمك هذا؟ من اللي علمني؟ شوف الأفلام اللي قاعد يطالعها، شوفوا قنوات ما بأسميها للأسف يملكها عرب لكن قلوبهم قلوب يهود. غسلوا أفكار عيالنا. تبون أكون أصرح؟ في قناة، عفوا، موقع بالإنترنت يدخل أكثر عيالنا وعيالكم، يا أمهات اللي ما تدري مسكينة، ويا أباء اللي ما يدرون، الآن أكثر موقع مشهور ما بيأسميه بالإنترنت عشان الأدعية بعد، أغلب موقع عيالنا وبناتنا يدشونه ويسوون لهم سيرة ذاتية. يعني شو يسوي؟ حط صورته، صورته في البيت، صورته برا، صورته داخل، صورته نايم، صورته قاعد، ويسجل كل المعلومات عن نفسه. أنا فلان، أدرس المكان الفلاني، عندي إخوان، عندي خوات، أسكن في البيت الفلاني، يسجل سيرة ذاتية عن نفسه. موقع الآن من أخطر المواقع في الإنترنت، فيه أكبر قاعدة بيانات في الدنيا كلها. بصيدة، تدري هذا الموقع من يملكه؟ يهود، شاب يهودي بالعشرينات يعرف عن بيوتنا وبيوتكم. الأمة الحين العجوز تقول شيخ اشدرع عن بيتي، ما تدرون عيالكم دشوا في هذا الموقع، سجلوا فيه وعطوا كل البيانات وبالمجان، يملكون معلومات عن الدنيا بأجمعها. الآن يملك الموقع الشاب ملياردير، ملياردير يهودي من أغنى أثرياء العالم اليوم. قاعدين يغزونا في بيوتنا، قاعدين يغزونا في أفكارنا. من أعظم يثبتنا ويجعلنا ثابتين في هذا الزمن، ترى المصحف، وأنا جاي بالطريق أسمع الشيخ مشاري العفاسي، الواحد مرات هو يسمع القرآن ويشوف الناس والزحام والسيارات والدنيا يشعر بلذة.
سبحان الله، القرآن كأنه يخاطبنا في هذا الزمن، كأن اليوم نزل. المشركون قالوا لرسول الله: ليش القرآن ما ينزل مرة واحدة؟ ذبحتنا كل يوم آية، كل يوم آية، كل ما قالوا كلام نزلت آية، كل ما ظهروا أظهروا شبهة نزلت آية. يبقى نزل القرآن كله علشان نعرف نتكلم عليك. ماذا قال الرب عز وجل؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. خلوا ينزل مرة واحدة عشان نرد عليه، على بالهم كلام بشر. قال الرب عز وجل هذا القرآن، تدرون ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك. تبي تثبت؟ تبي تعيش اليوم؟ مو الإعلام يغيرنا. اليوم لابسة لبس باشر، شوفوا الكويت كل فترة لبس جديد، من اللي قاعد يغيرهم؟ إعلام، إعلام عالمي دخل بيوتنا وغرف النوم. إنترنت اليوم ترى بالتليفون يدشون فيه، شفت الإنترنت اليوم بالتليفونات، ترى كلها إنترنت، يدش على أي موقع يبيه في الدنيا كلها. وكل يوم طالع لي بكلمة جديدة، وكل يوم الولد ما أدريش فيه، وكل يوم قصة غريبة، وكل يوم كلام جديد، وكل يوم ثقافة ما ندري وين شنحارب شنصلح. لأن الإعلام مفتوح اليوم، صاروا اليوم الشباب والبنات دينهم الفضائيات. كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله ما نثبت في هذا الزمن إلا بالقرآن. اللي ما في قلبه شيء من القرآن ما يقدر يصبر، ما يقدر. أي امرأة تواجهه يضيع على طول، وأي شاب يضحك عليها عند باب الكلية أو عند باب الثانوية أو اتصل على تليفونها يوم قط عليها كلمة، مسكينة ذابت، لأن القلب خاوي، لا إيمان ولا عقل. إذا ما في عقل ولا في إيمان تضيع البنية على طول. أول شاب يقطع لها كلمة مسكينة ضاعت، صدقت، قال لها أنا أحس بهم، أنا عندي مشاكل، ودي بس واحد يسمعني، صدقت الساذجة، ما بيقول كلمة أكبر. أو مسكين مر عليها وشافها مستورة وقطت على كلمة كلمتين صدقها، على بال هذه أم عيالها راح تصير. يا أخي ويا أختي، هذا كلام أجلكم الله القاذورات والزبالات. الإنسان اللي بيكون أسرة بكرة ترى مو هذا طريقه، قاعد يفتر لي من الصبح للظهر عند باب الكلية، وعلى باله أن بهذه الطريقة يقضي شهوته. يا أخي الحبيب، هذا انحطاط يسمونه، انحطاط اللي قاعد يبحث في بنات الناس، يوم من الأيام مثل ما يسوي في بنات الناس راح يصير في أخته ولا في زوجته، كما تدين وتدان. اللي بيثبت في هذا الزمن، ترى الزمن يخوف. وأنا كل ما أقرأ أكثر وأكثر، وقاعدين اليوم حنا عندنا حلقة بكرة شيخ عن أخوي علي، عندنا حلقة عن اللي قاعدين يحاربون الإسلام من العرب والمسلمين. احنا سوينا الأسبوع الماضي هولندا والدنمارك اللي قاعدين يسبون الدين، لكن والله أقول لكم إياه وراح تشوفونه باكر، اللي يسبون الإسلام والمسلمين من العرب أكثر بمراحل، شيء مو طبيعي. اللي بتشوفونه باكر وبنحطه بالتقرير، ما سواه كل أعداء الإسلام في أوروبا وأمريكا، ما سواه. احنا زعلانين من الدنمارك، وفعلا يستحقون نزل عليهم، لكن والله اللي بتشوفونه باكر بيطلعون الدنمارك بالنسبة لهم شرفاء. وللأسف عرب لا وخليجيين، وفي مواقع للأسف حتى كويتية، ترى سهل يطلعونهم. اللي حاط له كاريكاتير، كاريكاتير يسب فيه أشكار رب العالمين، وهذا راح نقوله باكر أشكاره. تتوقعون لو يبون يطلعونهم ما يطلعونهم؟ ترى بساعة يجرونه من بيته، وهذه جريمة يعاقبها عليها القانون. وإحنا باكر بنحط الحكومة أمام الأمر الواقع، يلا يا جماعة هذه جريمة ومفروض من جرائم أمن الدولة، قانون.
طيب تقدرون تطلعونهم ولا لا؟ جروهم مثل الفيران من بيوتهم. خلي يكون عبرا لمن يعتبر هذا حكم المرتد، هذا ارتد عن دين الله، هذا يسب الله. لكن راح نشوف باكر لما نسوي الحلقة أين الغيرة، الغيرة على دين الله عز وجل. إن الذين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اتصلت عليه واحدة قبل كم يوم تقول لي شيخ عندنا دكتور في الجامعة قاعد يعلم البنات فكر شيوعي، فكر إلحادي. قلت لهم دزوا أعطوا رقمها حق الشيخ محمد، هذا مو تخصصي، تخصص الشيخ محمد. أنت محولهم؟ إيه أنا سبحان الله، لأن اليوم الفجر جاي من البحرين مع الشيخ العفاسي والأخ علي. جاني مسج من يومين، جتني رسالة من يومين، الرجاء يوجد دكتور في كلية الهندسة يشكك الطلبة في عقيدتهم. دقيت على الرقم، هلا معك فلان الفلاني في اللجنة الخيرية الفلانية، جتنا طالبة وهي تتكلم بكت قالت أختي تغيرت لأن في دكتور يشكك. أنا بيني وبينكم رفعت السماعة دقيت على الدكتور عمار الحسيني، لأن القضايا هذا ما يسكت عنها، وأنا تخصصي الماجستير إلحاد والتخصص، وصار لي 5 حلقات عن الإلحاد يعني كل واحد. عمار صاحبنا طبعا، ها؟ عمار دكتور فاضل كان رئيس اتحاد الطلبة في أمريكا. قلت دكتور عندكم؟ قال محمد يعني هذه القضايا مو مثل القضايا الأخلاقية اللي تنقل، تصير في من هالنوع، وأنا قاعد يجوني طلبة ويتكلمون، لكن أحيانا هؤلاء الذين يحاربون أهم قيمة عندنا، بل أهم عقيدة عندنا اللي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يطرحونها أحيانا عن طريق النكتة والتشكيك وإلقاء الشبهات. فإذا رح ذهبت لكي تدينه يقول لك والله كنا نتغشمر، آسفين طلعت غلط، لكن في برمجة لقضية الإلحاد. للعلم أن فكرة الإلحاد سقطت، ما بيودي الحديث إلى موضوع الإلحاد، لكن أبي أؤكد كلام الشيخ حتى نتبادل الحديث. شيخ الآية في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني ساوموا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء كثيرة، ساوموه بأن يكون لهم يوم وللفقراء يوم، ساوموه بأن يسكت عن آلهتهم ولا يشتم آلهتهم وهم في المقابل يسمحون له بأن يدعو إلى ما يشاء، ساوموه بأن يسمح بأن تكون أرضا من أراضيهم مقدسة أيضا ولها أحكام، ساوموه كثيرا ولكن لم يتنازل. اللي قاعد يصير يا جماعة التنازل، كثير من الأمهات من الآباء الولد بدأ يتنازل بالشكل، يتنازل بعض السلوكيات، يتنازل يجيب ربع ما يسوون، تتنازل تدش بمواقع، تتنازل باللبس، تتنازل بالسلوك، تتنازل بالطلعات والدخلات والتأخير، يتنازل لما هم يبون منك. بس مو شرط تترك كل دينك، شرط تتراجع شوية. من تبدأ تتراجع يبقى احنا بروحنا مناقصين يا جماعة. يا شباب انتوا اللي قاعدين كلكم وانا معاكم والشيخ، واحنا انتوا شايفين الجو شنو اللي مسيطر علينا، جو ثقافة يسميها الفيلسوف روجيه جارودي وكل اللي قاعد يقرون الواقع الاقتصادي يسمونها ثقافة اللا معنى أو ثقافة الفراغ الوجودي، بمعنى أنك أنت يا إنسان محصور في يومك ومحصور في إشباع حاجتين، الحاجة الاقتصادية والحاجة الغريزية، فتتحول إلى إنسان استهلاكي، قيمتك في الموديل في الماركة في الجديد وفي تغيير والتنويع، وشغال علينا شركات الأزياء وشركات الإعلان والدعاية، فيكون الإنسان ضحية لقضية الاستجابة لهذه الدعاية. ثم ثقافة الإلهاء، ثم ثقافة المتعة الآنية، الآن الوجبة، الآن البس، الآن ركض على التنزيل، الآن. هذه قيمة الإنسان، فرغ من محتواه الكبير، فرغ من حمل الرسالة النبوة والسير على خطى الأنبياء والمنافحة وحمل المسؤوليات الواقعية، عندنا مشكلات واقعية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وممتدة في حياتنا هنا وغدا، ويخلون الإنسان صغير وايد في حياته. نحن ندعوكم أن لا يتنازل الإنسان، أن لا يتنازل عن أي شيء. من يبدأ يتنازل يا جماعة يرجع لما يطيح بشيء ما يتوقع الإنسان كيف طاح، والله ما يتوقع. وعلي
قبل أسبوعين كنت في البحرين، هم شاركنا في نشاط، راجعين بالليل طيارة ترجع، راح بنفس اليوم راجع بالليل الساعة واحدة طيارة 12:30 واحدة في المطار، مطار البحرين. تعرف القصة؟ احنا امس ذكرناها، قال قول حق الناس ايش قاعد يصير. مشكلة شاب وكبير، الفساد ما له عمر ولا له جنسية ولا له أرض، قيمة متحركة. وانا واقف ولا واحد من ابناء بلدي، ما احب اوصف شكله او اذكر شنو معاه ومنه معاه لانه يشخص القصد، الفكرة، النصح، الستر، بس هو مو ساتر على نفسه الله يهدي. مسكني من ايدي، اهلا شيخ محمد، كيف الصحة؟ حياك الله ريال، احب رجولتك، شجاع. وشلب فيني حيل، شجاع، كفو كفو والله كفو يا شيخ محمد. وماسك ايدي حيل وريحة فايحة وقاعد يتعلج، الكحوليات فايحة منه. قال فيما بدأ يسمي شخصيات كبيرة في البلد، كبيرة جدا، ويقول تحت نعالي، تحت حذائي، تحت جوتيي، البلد ضايع. قلت له انت قاعد تتكلم عن البلد، شوف حالك مضيع نفسك انت. قال يا ابن الحلال خلني بحالي، قاعد اقول لك شوف البلد ضايع. قاعد ماسكني، لازم تنصح، لازم تتكلم. انا بفك ايدي، انا ايدي لو هذا يمسكها يطيحها، ما في، ماكو عضلات، ماكو زين، مو راضي يهدني. قوي من 55-60 عمره وسكران وصوته عالي. وفي المطار دخل عبد الرحمن الحميدان رئيس المجلس البلدي، شاف الصيحة وخر، خلاني بالمأساة بروحي. المهم قال انت بالطيارة على الدرجة الأولى، قلت قال بقعد يمك، قلنا رحنا زين ساعة كاملة، تقعد يم ملحد، تقعد يم منحرف، تقعد يم شيوعي، تقعد يم يساري، تقعد يم أي أحد، لأنه يفهم معه وعيه. لكن عند سكران، عند سكران، والسكر قاعد يذلل في بلادنا ويسهل. فرحت حق الأمن، قلت لهم يا جماعة ما بيقعد يمي رجاء. قالوا خلاص نعدل لك الموضوع. دخلت الطيارة قاعد آخر شيء، صوته عالي ويضحك، كفو تعال تعال شيخ محمد، يمي والله يمي والله يمي. قلت له يا ابن، قال تعال يا ابن الحلال. المهم قعدت عند عبد الرحمن الحميدان، نسأل الله السلامة، توصل الطيارة. طارت قبل أطير الطيارة بخمس دقائق، ولا الأمن يتكلم ورا، رجاء جيب جوازك اطلع برا، مش معاي. ولا شاب صوته عالي، طيارة في البحرين، صاب صوته، ولا مطلعينه متحرش بالمضيفة وقاط عليها كلام وسخ، مضيفة الطيارة. جروا، لما جروا طلعوا من الطيارة ومعاه جوازه، ولاحقينا شباب أربعة من ربعه، تكفى خلوه يرجع، ما قال شيء، يتوسطوا له. هذا الأخ أخونا السكران قاعد، لما طلعوه بالممر الطيارة ايش قال؟ شافه من مواطن هذا الكويتي، ايش قال لي؟ قال لي فزعتك شيخ محمد، ولدنا لا يروح، تكفى فزعتك، تكفى ريال يلا. فأنا يا شيخ نبيل يعني كسر خاطر الولد، قلت فرصة ننصحه. فرحت في الممر الطيارة وعند الباب، فشكالي الضابط يجوز هالشكل يا أخي محمد، معيب ولد جاي. قلت له مو عيب عليك يا ولدي، لا بعد فاتح صدرك، سكر سكر بس زين، عمره 18 سنة و 17 سنة، مو عيب يبا. ونصحته، قال والله مو صحيح، قام يحلف. خذينا عليه تعهد وهديناه، ودخلنا الطيارة مرة ثانية وبيدنا الجواز. الحين هذاك الريال السكران ينطر النتيجة، ها شافنا داخلين كان يقول قايل لكم ريال كفو فيلم، والله العظيم مسرحية يا عبد الرحمن الحميدان. بس قلت ابن الحلال ايش نسوي له؟ وطول الطريق هذه من نوع من انواع كسر هيبة المبدأ. المفروض هذا حتى وهو بهذه الحالة اللي قاعد يقول كلام ويسب الناس يتخذ ضد إجراء أمني، لأن النصيحة تنفع، لكن النصيحة لا تؤثر كما تأثير القانون الذي يلزم الإنسان ويوقع عليه العقوبة، حتى لو تكون عقوبة تعزير كتوقيف أو أي 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 حالة من الحالات. نحتاج أن نثبت على قيمنا يا أبو علي. أحيانا بعض الناس ثابت على مبادئه، على دينه، على صلاتها، على حجابها، على عبادته، ثابت ما شاء الله، لكن وقت الفتنة يتساقط الناس، طبيعي ترى. ولهذا الرب عز وجل ما يخلي الناس كذي، كل فترة ينزل بلاء يصفي الناس.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. الله ما يتركهم حنا آمنا وبس، لا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا يصير ظلم. الله عز وجل فتن الأمم ويفتننا حنا بعد. شوف المرأة اللي كانت في قصر فرعون على عجالة، المرأة كانت مؤمنة لكن ما أظهرت إيمانها، خايفة فرعون يذبحها. شو تسوي بقصر فرعون؟ شغالة. شنو تشتغل؟ وظيفتها تمشط بنت فرعون الماشطة. شوف القصر اللي يخوف، قصر كله دم، دماء تسيل. هذا القصر قتل فيه فرعون الأطفال مو الرجال، كل طفل ذكر ذبحه. قصر يخوف. الماشطة تشتغل وكاتمة إيمانها وخايفة. طيب ليش؟ عشان عندها عيال، عندها عيال صغار ما حد يصرف عليهم إلا هي. يوم من الأيام تمشط بنت فرعون، المشط طاح، طاح منها المشط، انزلت تبي تاخذ المشط كان تقول بسم الله، نست، قالت الكلمة بدون ما تدري. منو سمعها؟ بنت فرعون. كان تطالعها، ماذا قلتي؟ قالت بسم الله. قالت من الله؟ أبي. تقصدين فرعون؟ هني وصلت الماشطة إلى مرحلة بس خلاص، أنا لمتى أخاف؟ لمتى أسكت؟ لمتى حنا أذلة؟ قالت الله ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. شوف الجرأة. قالت لها سأخبر أبي. قالت أخبري. خلاص اللي فيها فيها، خلي ذبحني. فأدخلت على فرعون. يا جماعة الرجال ما يصبرون. قصر فرعون قتل، دماء تسيل، كل السيافين عنده، بس إذن يطير الرأس. فأدخلت على فرعون فسألها فرعون بنفسه، لأن فرعون الآن مقهور بقصري وتؤمن بغيري. قال لها أولك ربا غيري يا ماشطة؟ صج الخبر. كانت تقول نعم. هني الثبات، ربي وربك، الله رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالت له نعم ربي وربك الله. هل قتلها فرعون؟ لا، يدري لو ذبحها سهل القتل، سهل. إيه في شيء أشد من القتل؟ شنو؟ قال أتوني بأطفالها، جيبوا عيالها. وأصعب شيء على الأم عيالها. أبيكم بس تتخيلون العيال اللي في البيت ناطرين أمهم تجيب لهم الطعام وبروحهم، وفجأة الحرس يدخلون البيت. طبعا شلون راح يدخلون؟ أنت تخيل بس شلون الجنود داشين على اليهال أطفال، شلون يمسكونهم، شلون يقيدونهم ويأتون بهم إلى قصر فرعون. تخيل المشهد الحين، تخيلوا الأطفال يبكون إذا دخلوا للقصر وشافوا أمهم، شو يسوون؟ ترى مشهد صعب والله، لو أي إنسان غير هذه المرأة ما تصبر، ما تتحمل، إلا من ثبتها الله. أدخل الأطفال وسألها فرعون يا ماشطة أترجعين؟ قالت لا. عيالها يبكون لكن في رب فوقهم، لن يموت الإنسان إلا في يومه. وأنا دام أني حبيت ربي الدنيا كلها ترخص خلاص. فجاء بقدر، جدر كبير فيه زيت، وأشعل تحته النار. هذا طريقة الأولين في التعذيب كذي. اليوم لهم طرق ثانية، اليوم لهم طرق في خلع الأظافر،
في المواد الحارقة، في الكهرباء، في أجلكم الله الكلاب مثل ما سووا في أبو غريب. اليوم لهم طرق أخرى في التعذيب. فإذا بالمرأة يغلى القدر والزيت يغلي، فجابوا الطفل الأول. تخيلوا الطفل يستنجد بمن؟ أظن أن المرأة ماتت في كل لحظة 100 ميتة. تخيلوا الحين المشهد، والطفل حي، وأنزل وهو حي بالقدر. بعد صياحه سكت، مات. الطفل الثاني أصعب من الأول لأنه شاف بعينه. حتى مات أطفالها جميعا ولم تطفح إلا جثثهم. بقي من؟ بقيت الماشطة. الآن دورها مودينا حق القدر، وهي في الطريق قالت: يا فرعون، لي إليك حاجة، أطلب طلب. ظن فرعون أنها ستتراجع، قال: ماذا تريدين؟ قالت: أسألك إذا أحرقتني أن تجمع عظامي وعظام أطفالي في كفن واحد وتدفننا في قبر واحد. الله أكبر. إذا حرمت منهم في الدنيا ما أحرم منهم في القبر. فرعون تعجب، قال: ذلك لك من الحق علينا، تستاهلين. وأحرقت المرأة في القدر. شو اللي صار؟ بعد آلاف السنين، بعد آلاف السنين، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخذه جبريل إلى السماء. أي قصة المعراج، قصة المعراج معروفة. وين راح السماء؟ وفي أثناء مروره بالسماوات إلى السماء السابعة، شم نبينا رائحة طيبة، ريحة في السماء، رائحة طيبة، عبير طيب. فتعجب، قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ إني أشم رائحة جميلة في السماء، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة فرعون وأطفالها في السماء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. تعرفون قصة الغلام اللي علم الملك شلون يذبحه؟ قال: خذ سهما وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به. هو يعلم الملك شلون يذبحه. فعلا رماه الملك بعد أن قال بسم الله رب الغلام، اعترف أن للغلام رب واستعين به، والناس يشوفونه. رماه بالسهم، السهم وين جاء؟ على وجهه. جاء السهم هنا، فوضع الغلام يده على السهم ثم سقط رأسه وفاضت روحه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء. هذا الثابت، مو الإنسان اللي واحد يقول له: يا أخي جرب السيجارة، جرب بس حرام. يا أخي ترك عنك حرام ما حرام، جرب مرة صير رجل. على بال الرجولة بالسيجارة، على بال الرجولة أن يكلم واحدة، على بالها المتعة أنها تكلم واحد. كله غباء، سذاجة، دين ضعيف، إيمان قليل، حتى تربية يمكن ما في. ولهذا على باله أنه لما يدخن صار رجل. يا حبيبي، ناس ثبتت عند الموت، ناس عيالها احترقوا، الأم شايلة رضيع، وقتل أصحاب الأخدود والنار أمامها، يقولون لها: إذا ما كفرتي نرميك في النار. قالت: شنو ذنب الرضيع؟ أنا أموت ما يخالف، لكن طفل توه مولود شنو ذنبه؟ فأنطق الله الغلام: يا أماه، اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. ليش احترقوا كالهذيل؟ ليش الماشطة قتلت؟ ليش أطفالها احترقوا؟ ليش الغلام ذبح؟ ليش الناس أحرقوا؟ تدري ليش؟ وما نقموا منهم إلا جريمة واحدة، إلا أن يؤمنوا
يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. واليوم واحد يمكن بكلمة باع دينه وآخرته، يمكن حتى يكفر بوجود، ينكر وجود الله علشان واحدة غانية تعلق بها أو سافلة باع دينه من أجلها. وليش رأيك شيخ محمد؟ الإنسان هو يتكلم عن الثبات يتذكر نفسه، وكلنا معرض وأحيانا من غير أسلوب ظاهر إلى الاهتزاز في قناعاته الإيمانية أو انضباط سلوكه الأخلاقي المنطلق من دينه، إما مجاملة، إما خوفا، إما لا مبالاة، أمور كثيرة. في موضوع الثبات يحضرنا دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل مؤمن شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة، الشرة هو النشاط، كل عمل فيه نشاط، فيه اندفاع، فيه انطلاقة. ولكل شرة، لكل نشاط فترة، خمول، ضعف، فتور. فتور يعني كلمة فترة دالة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. اللي يفتر إلى درجة أن يكون المقتصد كما يصفه القرآن هذا فالح، ما زال على صلاته، ما زال على الأصول، ما زال إلى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. على الأقل يا إنسان إذا ضعفت، إذا تراجعت، لا تنتكس. ففرق بين الضعف والانتكاسة. الضعف يرد علينا جميعا، لكن الانتكاسة هو تنكب الطريق والوقوع في الكبائر أو الإصرار عليها، ثم تطور إلى المجاهرة فيها، ثم تطور إلى أن يصير الإنسان رسول من رسول إبليس. يتدل البنات، يعني أنا واحدة أم تشكولي تقول لي: بنتي شحالاتها، راحت المدرسة من دشت الثانوية، ثانية ثانوية اختربت. لما قعدت أسأل إيش في سلوكها، اهتماماتها، عنادها، عقليتها، رحت المدرسة أسأل، ولا اللي قاعدة يمها، قاعدة يمها واحدة سوسة سيئة. طاولتها صور مثل ما قال الشيخ نبيل، الأبطال والبطلات. كلماتها أقبح أنواع الأغاني لمن تعرفون من الأسماء اللي صايرين لحم مباح على الشاشات. أنا شيخ في أحد الحلقات اللي سويتها جبت على الطاولة، جبت، قلت حق المساعد، قلت روح الجمعية التعاونية جيب لي لحم، فجاب لي مرتدلة وكتبت الأنواع و تكة ونقانق وستيك وشنو بعد في أنواع. يلا أنتوا يا شباب مطاعم، أنتوا جيل ها كفتة حلو بعد ها كبدة، عافية أنت ظاهر مقطع المطاعم تقطعت إن شاء الله عليك. زين أنواع الأكل. قلت يا جماعة شفتوا بنات الفيديو كليب اللي يلعبون بعقول الناس، اللي هو حتى كما يقول بعض المفكرين العلمانيين إحنا ضدها مو دينيا، لا، لأن في احتقار للمرأة ونزول بمكانتها واعتبارها لحم خام خالص من أجل التسويق والبضاعة فقط، مادة استعمالية صارت مثل الكودري اللي مسحون فيه السيارة. فقلت يا جماعة هذا أنتوا. فالناس اللي قاعد طالع الذئاب البشرية بما فيهم المخرج والفنان يعتبرون هذا، يتخيلها كفتة لحم للتوزيع فقط، تقول البنت خربتها ما ثبتت. فحنا نريد الفتور يكون لحد، كما قال أبو ذر الغفاري في أول حديث وضعه الإمام النووي في باب كثرة طرق الخير: أي الأعمال أفضل، كذا كذا كذا، إلى أن قال: أرأيت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض العمل صبني فتور؟ قال: أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. لا تأذي خلق الله، لا تغازل الناس، لا تتحرش فيهم، لا تتلصص على أعراضهم، لا تتكلم فيهم، لا تغتابهم، لا تشوه سمعتهم، لا ترمي الزبالة في الطريق، لا تكسر المنتجعات الناس، لا تخرب في بلدك، شيء غلط. الحديث الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم عن الصحابي الجليل حنظلة الأسيدي
قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة. الأوليين يسألون شون حالك، وعندما يقول له كيف أنت سؤالهم ينصرف أولا إلى الإيمان والوضع الديني والأخلاقي، بعدين الحال والمعاش. قلت نافق حنظلة يا أبا بكر. قال ماذا تقول؟ كلمة كبيرة، شنو نافق حنظلة؟ قلت ماذا تقول؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا عن النار والجنة كأننا رأي عين، كنا نشوفها. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، ضيع الأرض اللي يملكها الإنسان لكن ضيع اللي مو قادر يستغلها، أو مطلق المعاش من حرف، فنسينا كثيرا. الصحابي يقول نرجع مو مثل عند النبي عليه الصلاة والسلام، ننسى نتنازل يعني مع الأولاد، أخذ راحته الواحد. أنا حتى الأهل يقولوا لي أحيانا والله يا محمد لو يشوفونك يدرون الناس ايش قاعد تسوي مع أهل اللعب هذا، والله ما يصلون وراك، محاذف بالمطارح مع العيال ماخذين راحتنا، صح ولا لا؟ بهالوزارة هذا ويلا. فيتخفف الإنسان أحيانا من المسؤولية وينبسط في خصوصياته. أبو بكر قال إنا لنلقى كما تلقى، اللي تقوله ترى هم إحنا بعد مثلك. يلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى المنبع، إلى النور، إلى الهداية، إلى استراحة القلوب، إلى مصدر اليقين والدعوة. يا رسول الله نافق حنظلة. قال عليه الصلاة والسلام ما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن النار والجنة كأننا رأي عين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال يا حنظلة لو تكونون في منازلكم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، إذن هذا ليس فتور، هذا طبيعة في الحياة. احنا ما نقول الدين قائم اجماع على التحريم، الدين قائم في الأساس على الإباحة، لكن التحريم في محرمات معينة. أعطاك عشرات البدائل، فلماذا هذا الفلتان الذي لا يقره لا دين ولا عقل في مثل هذه الظروف؟ أكثر الناس تدخن مع الأسف في المجتمعات، يعني احنا من المجتمعات التي يكثر فيها التدخين بشكل كثير، ربما للتسهيلات المعينة وعدم وجود القانون ووجود وفرة من المال المعين، فنذهب ونحرقها في هذه في صحتنا وجسمنا وأولادنا وبيوتنا. حرام. نحن ندعو على في قضية الثبات على القيم. نذكركم يا جماعة احنا الآن في جو حلو أخوي نصحي إرشادي تبادل تناصح، مجرد الجلوس في جلسة نستشعر أن الملائكة تحفنا وأنها عبادة وأنها فيها تركيز على العودة للذات وتأكيد الذات والاستذكار أنك إنسان يا جماعة ما أنت أسير لشهوات، هذه الحقيقة العبودية لله عز وجل. رقي. لكن نرجع، يجيك تليفون تشوف وحده تطالع مدري وين، السوق دعاية، اخذ اكل العب روح تعال، نضعف نضعف نتراجع. لا، الأماكن اللي نضعف فيها إيماننا وتزعزع ثباتنا ما روح لها. يعني واحد متعلق بوحدة موت يقول ما أقدر، وكنت أتخيلها زوجة واكتشفت أنها، لأن التليفون يا داحب يبيها زوجة، فقالوا له أنت سألت عنها؟ قال سألت عنها. زين شلونها؟ 100% تمام. الولد عنده علاقات أخوه العود، قال له شوفها دورها طالع اتأكد، هذا زواج أخطر قرار يتخذه الإنسان بعد العقيدة الزواج. سأل عنها ولا لقاها مقهى على البحر بمقهى وتشيش وتحاكي صبيان على الطاولات أربعة، كل هالشي شتها موجودة. وهاليومين أنا قاعد ألاحظ قاعد تكثر الظاهرة هذه. فيا جماعة نحتاج نثبت. فشنو علاجك أنت بس يقول أنا متعلق فيها حتى لو ما بيها زوجة؟ ها هنا يأتي التعلق، يأتي الضعف فينا كلنا اللي يسمونها الصورة الذهنية المستبدة بالإنسان. هذا بالمصطلح الحديث ابن القيم سماها عشق الصور في كتاب الجواب الكافي. هني لازم أتخلص من كل ما يذكرني فيها. غير التليفون، لا تمر بالشارع اللي هو فيه. عندك هدية من هداياها، ما عندك ورقة بيضاء علي شقها؟ أعطني بالله. عندك رسالة من رسائلها، تبيها؟ رسالة طالعها، راسلة رسالة وحاطة فيها وردة وراسمة قلب حب وسهم طوالي شق شق
ها وطالع وكلمات عشق وكلمات كل شيء. هكذا يقول أهل التربية. شو تسوي في الرسالة؟ تعلقها قدامك عشان كل يوم الصبح تشوف المثير فيصير استذكار فتروح الخيال إلى الأيام السالفة؟ لا، تمسك الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. شو تسوي فيها؟ شقها، ها. وإذا كنت عاشق وايد من القهر شنو تاكلها بعد؟ ها، مو صحيح. إذا أنا عاشق ميت المسكين نسى، لا بالزبالة على طول، صح ولا لا؟ هاي يقول علي بللها ويشرب مو يشرب مايها. فلازم نتخلص. أنا كلمة دائما أقولها في كل مجمع، يا أخواتي يا أخواني، معقولة أنا مسلم والعلم الحديث والإحصائيات والواقع يقول أكثر ما يشكل قناعات الناس اليوم وأذواقها ويخليها تتراجع عن الثبات شوي شوي هي الفضائيات؟ معقولة أخلي ببيتي 400 و500 و600 فضائية والثاني دخل قمر أوروبي وعندي الأولاد؟ إذا من كنت حارس على نفسك أحرص على أخوانك، على خواتك، على حتى أبوك وأمك. ما يجوز يا أخواني نحط هذا وتعال تنقل من زبالة لزبالة. والله العظيم الفضائيات هذه زبالة وقذارة وانحطاط وتراجع، تراجع أخلاقي، تراجع ديني، تراجع حضاري، تراجع إنساني على كل القيم. لأن ينظروا للإنسان كتلة ملتهبة من الغريزة ينبغي أن أستثيرها، ومزيدا من الاستثارة لمزيدا من الاستغلال والاستهلاك والتوجيه والاستعمار الداخلي الوجداني. غلط غلط. نحتاج أن يا جماعة نرجع بعدين بعد ما نتخلص من الوسائل، نرجع مرة ثانية لإيش يا شيخ؟ نرجع إلى مصادر تقوية الإيمان. ودي الشيخ نبيل يكلمنا عن كيف أقوي إيماني أنا في واقع. يعني أنا مثلا جتني رسالة من يومين، احرص على دورة تدريبية كيف تخشع في صلاتك. وصلت لك شيخ نبيل؟ يسويها الشيخ أحد خطبائنا الشباب اسمه مشاري الخراز، ولد المخرج الخراز اللي كان يخرج لنا أول في تلفزيون الكويت. دورة من أروع ما يمكن. إحنا كلنا نصلي، كلنا نصلي يا جماعة، لكن تعالوا نشوف ماذا نرى وماذا نتكلم وماذا نتعامل بعد الصلاة وقبل الصلاة، وأحيانا في المسجد. بعض الناس حتى أخلاقه سيئة في المسجد مع الأسف. فيا شيخ نبيل ودي تكلمنا كلمة أن كيف أثبت، شنو مصادر تقويتي على إيماني أمام هذه التحديات الخطيرة التي تلغي إنسانية الإنسان بعد أن تلغي دينه. تفضل. شوفوا هالقصة اللي حصلت لتابعي عشان نعرف وسائل تقوية الإيمان اللي ثبتني. شلون أثبت؟ صدق مثل ما قال الشيخ، ترى القضية صعبة. رسائل اليوم توصل للتليفون كلها فساد. تبي تتعرف على واحدة بس دزها الرقم على طول. تبي تعرفين على واحد، هذا تليفوناتنا اليوم، دعايات بالجرائد. يعني الفساد يوصلون لعيالك لغرفة نومهم ومجانا وبلاش. يعني شوف عندنا دعاة على أبواب جهنم قاعدين بكل مكان حق عيالنا. طيب شو أسوي؟ سليمان بن يسار تابعي طالع من المدينة رايح مكة، رايح يعتمر، ويمنه يا صاحبه أحد أصحابه. في الطريق جاعوا وكان حر، فقال صاحب سليمان لسليمان، وكان رجلا فاضلا تقيا عابدا، قال اجلس في هذا الغار مثل غار، تظلل وسوف أبحث عن طعام. وراح واستلقى سليمان بن يسار. فجأة استيقظ من نومه فإذا فتاة، امرأة فتاة جميلة كانت تسير مع بعض الغنم، فعلمت أن بالغار رجل، وكانت مريضة القلب، وكانت إنسانة يعني تريد الحرام. دخلت عليه واستيقظ من النوم فوجدها، وما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال لها ماذا تريدين؟ قالت أريد ما تريد المرأة من زوجها. فجلس سليمان يبكي. استغربت، يعني واحدة تقول حق واحد هيت لك ويبكي؟ شو اللي أبكاه؟ ليش يبكي أصلا يا أيالة؟ وش حقه تبكي؟ يقول فجلس يبكي. فقالت له ما الذي يبكيك؟ ايش قلت لك أنا؟ يقول تذكرت موقفي معك عند الله يوم القيامة. ايش راح أقول له وايش راح تقولين له؟ فبكت المرأة معه وقررت التوبة ومشت.
فرجع صاحبه إليه قال له: ما لك يا سليمان؟ ما الذي جرى؟ ايش فيك؟ قال: لا شيء. حاول أن يعرف، ما قال له. فذهب إلى مكة وطاف بالبيت واعتمر، فلما انتهى من العمرة تعب سليمان. وين نام؟ نام في الحرم في الصحن، وجد له زاوية ووضع رأسه ونام. وفي المنام رأى رؤيا. شنو شاف؟ رأى يوسف عليه السلام. فقال سليمان التابعي ليوسف عليه السلام: قال: يا نبي الله، لقد قرأنا قصتك بالقرآن، إن الذي حصل بينك وبين امرأة العزيز في القصر لأمر عجب، اللي سويته شيء كبير. لما قال معاذ الله، فرد عليه يوسف، ايش قال له؟ قال: يا سليمان، إن كان ما فعلته أنا عجيب، فإن ما فعلته أنت مع المرأة في الغار أعجب مما فعلت أنا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. واحد اتصلت عليه واحدة أو جاءت رسالة، يكنسلها ولا لا؟ يمسحها ولا لا؟ يقول لها: يا فلانة عيب وخافي من ربك، ترى قاعد يسمعنا الحين. والله بعض الشباب اليوم، شوف، المراقبة من أعظم وسائل الثبات، المراقبة، إنك تتصور إن الله قاعد يشوفك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل لو واحد قاعد يكلم واحدة ودرى إن أبوه قاعد يسمعه، يكمل؟ لو درى أن أبوها، سكر التليفون على طول. طيب رب العالمين، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما ندري أن الله قاعد يشوفنا، عيب. واحد شاب، وشوف الصحبة اللي قالها الشيخ قبل شوي، دكتور محمد لما قال بنية زينة، لكن شو اللي خربها؟ صحبتها. الصحبة تدمر، الربع يضيعون، صديقة تنسيها دينها وأبوها أمها. يوم من الأيام شاب تعرف على صحبة سيئة، متربي خلوق، لكن للأسف صحبة سيئة. قالوا له بنسافر، قال لا. حاولوا فيه يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، آخر شيء اقتنع وكثر الدق فك الحام. سافروا وياهم كل واحد بغرفة فندق، فإذا بهم كل واحد مع غانية عاهرة، على بالهم رب العالمين ما يشوفهم، ما يدرون، أحيانا استدراج عشان إذا طاح ما يقوم بعدين. فجأة يوم دشت عليه واحدة، هذا أخونا اللي ملتزم اللي صالح لكن انحرف، دشت عليه واحدة قاعد تغري الشيطان معاهم، لكن فجأة ما قرب منها، جال الإيمان في قلبه، تذكر ربه، يبي يبتعد، يبي يوخر، يبي يطلع وينحاش، لكن خاف. خاف شنو؟ خاف إن ربعي يقولون عنه مو رجل. أفا ما أنت رجال؟ يبي يسوي شيء عشان البنية تطلع، كان يكذب. إيش قال؟ قال لها: أنا ما أقدر أقرب عندك. قالت له: ليش؟ وما بك؟ إيش فيك؟ فقال لها: أنا مريض. ألف قصة. قالت له: إيش فيك؟ قال لها: أنا مريض بمرض الإيدز، علشان تخاف وتنحاش. لكن الفتاة ضحكت، قال: ما بالك؟ أقول لك أنا مريض بمرض الإيدز. قالت: عادي، وما المشكلة؟ أنا مريضة بهذا المرض منذ سنتين. سنتين وتطيح الشباب بهذا المرض. يقول: فهزته هذه الكلمة، لو اقترب منها لانتهت حياته. في الغالب يصير في نفس المرض، يعني شنو؟ حياته تنتهي، لكن من الذي عصمه؟ مراقبته لله. في آخر لحظة
إيمانه نفعه في آخر خطوة وكان ممكن يطيح، لكن الرب حفظه. يمكن أمه قاعد تدعي له، يمكن سوى عمل خير قبل كم سنة الآن نفعه. لكن بعض الشباب على باله أول مرة فلتت، المرة الثانية عادي، المرة الثالثة والرابعة والخامسة يستدرجه الرب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله يستدرجه. أول مرة كلم وحدة دش بالشات وياها عادي ما صار شيء، هذا استدراج. المرة الثانية استدراج، المرة الثالثة استدراج، لين يطيح بأكبر مصيبة، هذه تكون عقوبة رب العالمين. حتى البنت، بعض البنات على بالها فلتت إن السالفة سهلة، لا مو سهلة. هذه أختي الفاضلة علامات الشقاء، إن الرب عز وجل يجازي السيئة بالسيئة والسيئة بالسيئة والسيئة بالسيئة حتى إذا به يسقط في حفرة لا يخرج منها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين. بعض الناس يسمع آية يغير حياته كلها. اسمعوا للقصة، قصة واحد من الدعاة يقول كنت في مطار بسافر، يقول في المطار شفت لي رحلة واقفين عندها ناس، يقول أدري هذه الرحلة ما يسافر لها إلا واحد من ثلاثة، أهل البلد في شرق آسيا، أو تاجر عنده شغل، أو شباب خربانين إذا بروحهم يعني معناته معروف ليش رايحين. يقول وشفت لي واحد من الشباب مغني، أعرفه يغني حفلات وقعدات والسوالف هذه، يقول قلت أنصحه ما أنصحه، أكلمه ما أكلمه، طيب لو بكلمه شو بقول له وأنا رايح. يقول كان أسلم عليه، هو مطرب بس صغير على قد حاله ورايحين وين شرق آسيا، يقول كان أسلم عليه ورد السلام، قلت له ممكن أكلمك كلمة؟ قال تفضل. قلت له لا مو قدام العالم، أبي بيني وبينك. قال لي طيب. يقول رحت أخذته على زاوية، يقول ضيعت ايش بقول له ما أدري ايش بنصحه، الربط لساني. يقول ما قلت له إلا آية واحدة بس، قلت له آية ومشيت، لأنه مطرب الناس متعلقة فيه تسمع أغانيه، ايش أقول له؟ يقول كان أقول له آية واحدة، اسمع يا فلان، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو السالفة؟ بيقرأ قرآن هذا؟ المطرب المغني متعجب، شو الداعية هذا؟ قال اسمع، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اللي قاعد يخرب الناس مو بروحه فاسد، قاعد يضيع الأمم، لأن المغني مصيبته مو بس فيه، مصيبته في اللي يسمعونه، في الحفلات اللي يحييها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في ناس تفتن بنار تحرقهم، وفي ناس تفتن بأغنية تضيعهم، كلهم قاعد يفتنون. يقول والله ما قلت إلا هالكلمة ومشيت، فإذا عيناه تدمعان. جلس يبكي وقط التذكرة ومشى، وإذا به يقرر التوبة لله عز وجل. آية غيرت حياة إنسان. يا أخي الكريم فكر، ترى أنت بالغرفة بروحك ومبطل الإنترنت وداش على الكمبيوتر وعلى دنيا كاملة وعلى مواقع لا حسيب ولا رقيب فيها، تبي تسوي أي شيء تسوي وتكلم من تكلم كلم، لكن تذكر قال أحدهم وإذا خلوت بريبة في ظلمة
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ترى اللي خلق الظلام يشوفني. لا تقولين أمي ما تدري، قضية مو أمك. لا تقولين إخواني ما حد يعرفني ما حد يدري، قضية مو إخوانك، قضية مو أمك وأبوك، قضية رب العالمين. كل شيء تفعلينه مكتوب، كل شيء تسويه. كان زين الأيام ترجع الواحد ما يقول اللي قاله، ما يشوف اللي شافه، ما يسوي اللي سواه. تدرون متى راح نشوف اللي سويناه واللي قلناه؟ يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. كل واحدة كلمها شافها، كل اتصال شافه، كل موقع بالانترنت مكتوب. يا الله ايش كثر دشيت، ايش كثر قناة شفت، ايش كثر كلمة قلتها بالحرام. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. كلمة قلتها مسجلة يا أخي، نظرة ما كان قصدي، ما كان في أحد، شفت القناة شوية طالعت واستأنست، كل شيء مكتوب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اسمعوا قصة شاب نفس الشيء، يقول أنا متعود على الحرام، دخلت عليها، وبنفسه يقول لي القصة، يقول دخلت عليها ليه غرفتها، يقول كل ما أبي أقرب أحس في شيء ردني، كل ما أبي أقرب أحس شيء ردني، يقول لين خفت وطلعت منها، قلت البيت في جن، في شياطين، لا في جن ولا في شياطين. يقول أنا وأنا طالع من البيت خايف، يقول هربت من البيت، رحت بالشارع نفسه شفت لي شباب قاعدين، سألتهم البيت هذا أحد يعرفه؟ قالوا لي إيه، مو اللي فيه فلانة؟ يقول صديقتي. قلت لهم إيش عرفكم فلانة؟ قالوا معروفة هذه. قالوا مش فيها؟ قالوا هذه فيها مرض الإيدز، قاعدة تحاول تطيح الشباب بهذا المرض. يقول من الخوف ركبت السيارة رحت عند البحر، يقول قاعد أشغل شريط أغاني وأجلس أبكي من الخوف. يقول أشغل شريط أتضايق أقطع، كل ما أشغل شريط أغاني أبي شوية أهدأ شدة الخوف، لو طحت بهالمرض وين أروح من الناس؟ فضيحة، أهلي، دنيتي راحت، وراح أموت على طول، وأموت بعذاب بعد كم سنة ثم أموت. يقول كل شريط أقطع لين شفت شريط عطاني يا واحد من الدعاة وحذفته تحت الأرض تحت الكرسي سيارة، طلعته ولا شريط محمد البراك وهو صغير. يقول قاعد يقرأ سورة يوسف شغلته، والله يقول أول ما شغلته وإذا به يقرأ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول وأسمع الآيات وأبكي، أسمع الآيات وأبكي. طبعا قال القصة بعد كم شهر ولحيته كثة، قلت له ما شاء الله أنت، يقول من ذاك اليوم ما تركت صلاة واحدة، يقول بديت بالقرآن وبالالتزام، الله ثبتني، الله سبحانه وتعالى أعاني على أني أصبر وأثبت. تبون تثبتون؟ ترى الدعاء، الدعاء، الله يقول حق نبيه اللي ذكرها الآية الشيخ لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني منو اللي ثبت محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله. لا تقولون أنا بشطارتي راح أثبت، أنا ما راح تضرني فتنة، منو قال؟
منو قال لك؟ وقت الصجية تطيح. إذا ادعو ربك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دائما نقولها. إبراهيم الخليل اللي كسر الأصنام إيش قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب لا تخليني يوم من الأيام أعبد هذه الأصنام. لا تقول أنا والله شاطر وما حد راح يقدر علي. لا، دعاء، ادعي ربك بالسجود، ودعي ربك بالسجود، قول يا رب ثبتني. شايفين إيش قاعد يصير حولنا؟ شايفين الناس قاعد تتساقط؟ شايفين الزبد قاعد يذهب جفاء؟ واللي ينفع الناس قله، ويأتي على الناس زمان. قابض على دينه كالقابض على الجمر. من يتحمل يمسك جمر؟ من يتحمل؟ ترى اللي ثابت على دينه يمكن هذا زماننا، الله أعلم. القابض على دينه كالقابض على الجمر. فتنة في البيت، فتنة في الشارع، فتنة في الكلية، فتنة أمام التلفاز، فتنة في الهاتف النقال، فتنة على كل مكان. وين ما تروح أنت رايح المسجد فتنة. تمشي بالسيارة الباص حاطين صور فتنة. عيب، والله ما عندهم حياة. شفتوا الحياة؟ ذرة ما عندهم. حاطين صور، ما يقصدون العطر ولا يقصدون الحذاء ولا يقصدون الذهب، يقصدون الجنس، لأنهم فجرة، لأنهم والعياذ بالله قلوبهم خاوية، حياة ما في. تبون تسوون دعاية؟ ليش المرأة العارية هذه؟ يدرون يتصيدون الشباب فيها، يدرون يضيعون دين الناس فيها. فيه رسالتين، رسالة لهدم الدين والأخلاق، وبعدين لترويج هذه البضائع. يا أخي الكريم، الفتن في كل مكان، لكن اللي يعود نفسه يغض البصر، يكره هذه الذنوب والمعاصي، كل ما شاف استغفر الله، أعوذ بالله، وأيما قلب أنكرها، كل ما شاف فتنة أنكر وأنكر وأنكر، شو يصير؟ نكت على قلبه نكتة بيضاء 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 بيضاء، واللي يشربها يستانس. نكت في قلبه نكتة سوداء، تصير قلوب البشر قلبين، قلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والله لو تقطونا بين الممسات العاهرات ما يتأثر، قلب مؤمن. والله لو يغرون بكل الفلوس علشان يظل ما تقدرون عليه، هذا قلب مؤمن، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والقلب الثاني لو في المسجد مفتون، لو في الحرم، شفتوا الحرم؟ والله لو بالحرم عينه تزيغ. حج، حج ما يخاف الله بالحج، وقاعد يطالع البنات ويلحقهم، لأن قلبه أسود مرباد كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إخواني أخواتي، علموا عيالكم، خلوا القرآن يدخل في قلبهم، علموهم على مراقبة الله. يا ولدي يا بنتي، ترى أنا مو على طول أمامك ومعاك، لكن راقب رب العالمين، ترى الله يشوفك، ترى رب العالمين يسمعك. علموا عيالكم على هذا، علموا نفسكم الصحبة الصالحة، دعاء، قرآن، الأذكار، استغفار، هذه كلها تثبت الإنسان على دينه. احنا راح نختم إن شاء الله مع الشيخين، بس قبل أختم في عدد من قضايا ودي أو الأسئلة اللي أسألها الجمهور، أحب أن أذكر في أن الأسبوع المقبل إن شاء الله، عفوا الشيخ، الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى الفعاليات المقبلة لمشروع ركاز ستكون في سوق شرق مع الدكتور عبد المحسن الأحمد إن شاء الله تعالى، ويوم الجمعة 25/4 في مجمع الأفنيوز في مع الدكتور محمد العريفي والدكتور محمد العوضي إن شاء الله تعالى، راح يكون يوم الخميس في شرق والجمعة في مجمع، أنا صعب، مجمع الأفنيوز مع الدكتور محمد العريفي إن شاء الله تعالى. وكذلك في نشكر الأخت وكيلة المرحلة الثانوية، بعثت في شكوى عن بعض الظواهر الموجودة في الثانويات، إن شاء الله رح نعطيها المشايخ يركزون عليها في حلقاتهم إن شاء الله المقبلة، خصوصا بكل صراحة وقذائف، فكل الظاهر هجوم. الأخت الكريمة كذلك اللي تقول عن تطلب من حملتنا أن نذهب إلى المدارس لأن نحتاج إلى توعية، وخاصة قضية البويات. إحنا الآن حملة ركاز شغالة في المدارس،
تواصلنا بفضل الله عز وجل مع أكثر من 100 مدرسة في هذه الحملة حتى هذه اللحظة، ومن يريد أن نتواصل معه الأرقام موجودة في القصص اللي موزعينها عنا، موجود المقر بإمكانكم أن تتواصلون في الفترة الصباحية. سؤال أيضا دكتور ودنا تجاوب عليه، اللي هو قضية نريد طريق التوبة، أرجوك أنا بحاجة إليها. وأيضا هذه ربما نفس القريب من الجواب، تقول أنا تائبة جديدة، تعب من رأى منكرا. تتكلم عن البنات اللي يحطون بعض الأشياء على رؤوسهم. التوبة كلنا نحتاجها، وعلى مدار الساعة نحتاجها، نحتاج توبة من تقصير في العبادات، ونحتاج توبة من الوقوع في المخالفات. نوعين هذين من التوبة، في توبة من الأقوال العملية، في توبة من اللسان، من البصر، من الإذن، من القلب، من أمور كثيرة، حتى التحدي الأكبر النية. كلنا يحتاج إلى يجدد نفسه. التوبة عودة إلى غسل الإنسان نفسه روحا وبدنا مما علق به من أوضار الآثام المتعددة على مدار الساعة. احنا بشر، احنا ضعاف، ورب العالمين يعرف ضعفنا. الآية اللي قراها الشيخ، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لاحظوا وهي جاية في سورة البروج اللي يعني اهلكوا الناس ورموهم في النار، فالله سبحانه وتعالى يضع استثناء ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا هؤلاء الذين قتلوا وأجرموا تقبل توبتهم؟ نعم، لأن هذا رب العالمين. والعباد الذين استشهدوا وذاقوا العذاب لهم من الله العطاء والفضل والمكاسب، لكن ما حد يسكر باب التوبة يا جماعة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح باب التوبة 24 ساعة. بس نقطة من النقاط التي نحب أن نوضحها، قضية الإيمان والضمير. الضمير موجود عند كثير من الناس، لكن الضمير يدعو الإنسان إلى أن يندم على ما وقع منه، لكن لا يرجعه إلى حقيقة العمل الصالح والتخلص من الضعف أو الرذيلة التي تعلق بها أو استبدت به. إحنا نبي الإيمان يا جماعة، هو اللي يخلعنا. حتى لو كان الإنسان، القصص اللي جابها الشيخ نبيل ترونها في الواقع كثير وفي التاريخ أيضا، في كتاب الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي يقول: جاءت امرأة إلى جارها تطلب منه معونة لأنها أم أيتام، فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قالت: والله لا أفعل. وذهبت، ثم اضطرت في أيام وعادت فقالت: خذ ما تشاء وأعطني ما تعطيني. فلما أراد أن يقع في الحرام وأن يرتكب الكبيرة النكراء قالت له: غلق الأبواب. قال: أغلقتها. قالت له: غلق الأبواب. قال: قد أحكمت إغلاقها. قالت: ولكن بقي باب واحد لا تستطيع أن تغلقه. قال: أين هو؟ قالت: إنه باب الله رب العالمين. يقول الرجل: فأخذتني رعدة وبردت أعصابي، فقلت لها: قومي غفر الله لي ولك، وعطيتها من المال وعدت إلى ربي. لحظة إشراق نحتاج فيها إلى إيمان. لكن قلت لكم البيئة مغرقة بثقافة الاستهلاك والإلهاء والمتعة الآنية وتضخيم قطاع اللذة واعتبار الإنسان حيوان استهلاكي غريزي. هذا يحتاج إلى تغيير البيئة. حتى نتوب نحتاج إلى تغيير البيئة، ونحتاج إلى كل ما يذكرنا بالمصير، لأننا بشر دنيويون ملتصقون بالأرض كأن لا آخرة ولا حساب ولا بعد هذا المسير إلى مصير، هل هو نجاح أو هو رسوب. مر الإمام إبراهيم بن أدهم، مر به رجل قال: أين العمار يا شيخ؟ قال: سر أمامك جهة مدينة البصرة إذا ما أخطأت من الذاكرة. والإمام إبراهيم بن أدهم من المتقدمين، القرن الثالث الهجري، يعني من الزهاد. هذا جاي مسافر يسأل أبي العمار، أبي البنيان، أبي المدنية: أين العمار يا شيخ؟ قال: سر أمامك. ويا الرجل يمشي إبراهيم وياه رايحين بالطريق: أين العمار يا شيخ؟ ما وصلنا. قال: سر أمامك بعد شوي قدام. حتى وصلوا إلى المقبرة قال: أين العمار يا شيخ؟ قال: هو هذا هو العمار. قال: هنا الأموات. قال: قلت لك هذا هو العمار. قال الرجل: كيف؟ قال: لأن كل الذين في العمار سيأتون ويعمرون هنا، وليس أحد من الذين هنا سيعود إلى العمار. نحتاج أن نعمر بيوتنا، ذواتنا، أسرنا، حياتنا بالعمل الصالح، بالطاعة، بالتوبة، بالمغفرة،
بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بتغيير السلوك السلبي إلى السلوك الإيجابي. الآن الآن مثل ما يقولون في الدعاية والإعلان، الآن اتصل وخذ بضاعتك، الآن تعالنا إلى معرض إحنا نقول الآن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان يخلق يصير عتيج مثل الثوب، كما يخلق الثوب في جوف أحدكم فجددوا، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نحن هنا تجديد العهد مع الله، تجديد الإيمان، عزم على التخلي عن السلبيات، العودة إلى الإيجابيات، تجديد الذات مع الله سبحانه وتعالى في محاولة للثبات على القيم، للثبات على القيم، للثبات على القيم. وأنا أكتفي بهذا القدر وأجر من الشيخ يعني أن... نشكر الدكتور محمد العوضي وكذلك نشكر الشيخ نبيل. الآن يسمح لي الشيخين الكريمين بأن أشكر أهالي الجهراء على تفاعلهم الطيب معنا في هذه الليلة وحرصهم هالحشود اللي ما شاء الله حضرت في هذه الليلة، وإن شاء الله تتكرر مثل هذه اللقاءات. الآن ودنا أن إن شاء الله نكرم ممثل منتجع سليل الأستاذ عبد الهادي الجعفري فليتفضل مشكوراً.